حكم أخذ التعويض في حوادث السيارات وغيرها. التعويض اللي هو العوض ثلاث أنواع: تعويض لا يجوز أخذه، اللي ياخد التعويض ده يأثم وفلوس حرام ويتخرب بيته، وتعويض تاني يجوز أخذه ويستحب التنازل، وفي تعويض تالت اللي ياخده يجب ياخده وحرام يسيبه وحرام يتنازل بيه. التعويض الأولاني اللي حرام ناخده أما يكون الشخص اللي ضرنا غير مفرط. يعني إيه غير مفرط؟ يعني حاجة من الاتنين، يا إما يكون مؤتمن أو يكون مضر غير مفرط. المؤتمن زي إيه؟ واحد جاء أجر العربية بتاعتي، أنا أجرتها كتير قبل كده، هو أجرها، فهو أجرها ماشي بيها بدون ما يزود السرعة وبدون أي تفريط، العربية باظت منه. واحد استعار العربية بتاعتي باظت منه، واحد أنا سبت العربية عنده حطها في الجراج اتسرقت، وهو من راجل مش مضر. قال النبي لا ضمان على مؤتمن. التاني بقى معاه رخصته وعربيته سليمة وماشي سليم وماشي بسرعته، وبعد كده عمل حادثة وكسر أو موت، واللي أصابه دوت وقف يساعده وشاله وداه المستشفى، الراجل ده مش مفرط لأن هو ما غلطش ولا غلطة. ده ما عليهوش أي حاجة. حرام ناخده منه أي تعويض. طب اللي ناخد منه تعويض مين؟ المفرط. يعني واحد أجر العربية وبدأ يعمل بيها أمريكاني ويزود السرعة، ساعتها نقول له أنت مفرط، والرسول قال لا ضمان على مؤتمن وأنت مش مؤتمن. أو واحد أجر سبت له ذهب اتسرق منه، سبت عنده ذهب اتسرق منه. أو واحد استعار منك حاجة وباظت بتفريط منه، ساعتها نقول له أنت يجب عليك إن... طيب لو كان فقير ونادم يبقى ساعتها يستحب إنك تساهم معاه. طيب لو كان مستهتر ومستهين وبيقول انا كده كده واخد كده كده مش فارقه معايا، يبقى ده لا بد ان تاخذ منه، لان الرسول قال انصر اخاك ظالما او مظلوما. احنا بنشرح الكتاب دوت، احنا بننصح كل الاخوه يكون معايا لان الكتاب ده فيه تفاصيل. دلوقتي بقى الكتاب ده يتباع بسعر التكلفه. دلوقتي بقى عاوزين نعرف الادله على كل اللي احنا قلناه. الدليل على ان المؤتمن لا يؤخذ منه عوض ولا يؤخذ منه غرامة. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضمان على مؤتمن، والراجل ده مؤتمن وماشي بالعربية كويس، واللي باظ في العربية ده نتيجة استخدام وإجراءات سابقة. واحد ديت له شقة وقاعد في الشقة في أمان الله، جاء النور ضرب، جاء حاجة اتكسرت بدون تفريط منه، ساعتها الراجل ده مؤتمن وأنا ما حسبوش على حاجة. حاجة مدة صلاحيتها خلصت، حاجة أدمت وباظت، فساعتها أنا اللي صلحها. طيب لو بقى هو اللي بوظها، الولاد شخبطوا على الجدران، الولاد كسروا الحوض، ضربوا الحوض كسروه، لا ساعتها الراجل ده مش مؤتمن وناخد منه. قال الإنسان لا ضمان على مؤتمن، المؤتمن لا يضمن. طب إيه الدليل التاني؟ مفهوم المخالفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والراجل ده ما اعتداش، هو ماشي في العربية اللي مأجرها أو مستعرها، أنا اديت له ذهب قلت له خليه عندك، حطه في الدولاب وقفل عليه، جاء الحرامي سرقه، الراجل مش مفرط فما اعتداش، ولما اعتداش ما اعتديش عليه. تالت حاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار. يعني ايه العجماء؟ العجماء اللي هي الحيوانات التي لا تنطق. يعني ايه جرحها جبار؟ انا دلوقتي رابط الحصان بتاعي قدام بيتي، جاء ابن الجيران فضل يخبط في الحصان ويضرب في الحصان وقرب من الحصان، الحصان رفصه وكسر سنانه، انا ما عنديش حاجه، العجماء جرحها جبار، انا مش مفرط انا رابطه. واحد عنده اغنام قفل عليها بالليل، الاغنام كسرت الباب وراحت على الارض وكلتها، أنا مش مفرط، العجماء جرحها جبار. جبار يعني هدر، مفيش غرامة فيه. طب لو أنا مفرط بقى، وأنا اللي سايب الحصان من غير ما أربطه، وأنا اللي سايب الأغنام من غير ما أربطها، لا ده ساعتها بقى أنا علي عوض. طب تالت دليل، الحديث بيقول والمعدن جبار. يعني إيه المعدن جبار؟ المعدن جبار يعني أنا عندي منجم بطلع فيه معادن، واحد قال لي أنا صنايعي، دخل يشتغل وهو مش صنايعي، المعدن وقع على دماغه ومات. ساعتها انا مش مطالب بحاجه. واحد قال لي انا كهربائي، قلت له اطلع صلح الكهرباء، بيصلح الكهرباء، الكهرباء مات، انا مش مطالب بحاجه. طيب ثالث حاجه والبئر جبار، انا
وعاوز افحر بئر، واحد قال لي انا صنايعي، قلت له افحر البئر، البئر انهار عليه مات. انا ماليش حاجه، البئر جبار. انا فحر بئر عندي، واحد نط من فوق الشباك وماشي في الارض جوه البيت عندي وقع في البئر مات، البئر جبار. لان انا مش مفرط، ما دام مش مفرط يبقى انا معلش حاجه، ما دام انا عملت اللي عليا معلش حاجه، طول ما انا معايا الرخصه بتاعتي والعربيه رخصتها سليمه والعربيه فراملها سليمه وانا متاكد من كده وماشي في طريقي ومش مزود السرعه ولا ماشي عكسي، ولما حصلت الحادثه وقفت اساعد، انا كده عملت اللي عليا. حرام حد يمد ايديه وياخد مني جنيه واحد، وانا مش صايم ومعلش اي حاجه في الناس اللي ماتت ولا اتعورت. طب ايه الدليل ان التاني لازم يتاخد منه المفرط؟ قال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. طب ده ما اعتدى، ده ما كانش قصده يضرني، لكن هو اعتدى لما مشى بالعربيه من الغفران. اما ساق عربيه وهو ما بيعرفش يسوق، اما ساق عربيه وعينيه بايظه، لما ساق العربيه بسرعه عاليه، اما ساق العربيه بالعكس، ده راجل بيضر الناس كلها، ده راجل معتدي، يبقى لازم نعتدوا عليه زي ما اعتدى عليه. زي واحد ضرب واحد وسابه في الارض وهرب، ما خدوش المستشفى، فالراجل مات، يبقى ده متحمل، يقف ويساعد، واجب عليه يعمل كده. لو قصر في اي حاجه من دول يبقى الراجل ده معتدي ولازم يدفع اللي عليه. طب ايه الدليل الثاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليله السيده عائشه، فاحد زوجات النبي بعتت له طبق فيها اكل جميل هي عاملاه، فالسيده عائشه غارت فمسكت الطبق خبطته في الارض كسرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام واناء باناء. غرمها وخلاها تفقد الطبق بتاعها. ليه؟ لانها اعتدت، والمعتدي غير مفرط لازم يدفع الثمن. وفي الدليل كمان لازم يدفع؟ قال الله تعالى: وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم. إيه القصة؟ القصة إن في واحد ساب أغنام قدام البيت من غير ما يربطها ولا يقفل عليها. الأغنام بالليل جاعت، راحت رايحة على أرض واحد تاني كلتها وأفسدتها. جاء سيدنا داود حكم إن صاحب الأرض ياخد الأغنام غرامة وتعويض عن الأرض اللي باظت. جاء سيدنا سليمان حكم بحكم تاني، قال لا، صاحب الارض ياخد الاغنام يربيها ويستفيد منها، كل غنمه تتولد يذبحها وياكل لحمه، وكل يوم الصبح ياخد لبن ويبيع براحته، اهم حاجه العدد الاصلي ما يحصلوش حاجه. وفي الوقت دوت صاحب الغنم يزرع الارض ويحاول يكبرها بحيث لحد ما ترجع زي ما كان، وساعتها صاحب الغنم يرجع ياخد غنمه، صاحب الارض ياخد ارض. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم والقران اقر ان العوض يتاخد، العوض يتاخد. طب ليه الانسان المستهين اللي بيقول عادي ولا يهمني، والانسان المستهتر دوت لازم يتغرم وحرام نتصدق عليه؟ لان الرسول قال: انصر اخاك ظالما او مظلوما. فانت لما تاخد منه الغرامه انت كافي انه عن الظلم، ساعتها عمره بعد كده ما يعمل كده. قال الله تعالى: واشربت الانفس الشح، النفوس بتحب الشح، فاي واحد بتغرمه بيندم. ده كان السؤال بتاعنا. قولوا قولي هذا، واستغفر الله.